هيني الناطقة باسم شبكة شام الإخبارية في دمشق وريفها، آية ضعينة في صورة ما يجري من تطورات ميدانية في دمشق وريفها. نعم سيدتي، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. منذ صباح الباكر الاشتباكات العنيفة مستمرة في العاصمة دمشق وريفها، خاصة اليوم في عدد في معركة اختطاف العادة. اليوم قصف من اللواء قصف للواء 39 بالدبابات من قبل اللواء الإسلامي اليوم، وفيما قامت إلى مجموعة من قوات الجيش الحرب واقتحام اليوم من إدارة الأمن السياسي في منطقة عكا، ووكالة الأنباء عن اليوم إلى اقتناء بعض من الأسلحة هنا. حتى هذه النقطة الاشتباكات الحديثة مستمرة في منطقة عكا في مبنى الفرع الأمن السياسي، أن اليوم أيضا في قطنا تحرير رحال جرائد السلام ووقوع ما يقارب 30 من الجيش النظامي بين قتيل وجريح، أيضا استهداف سيارة تحمل إكراه الضباط من الحرس الجمهوري برتبة عقيد ومقدم ولاد الأول. أيضا اليوم في دارية يوم أمس كان 24 الساعة الماضية اشتباكات عنيفة مستمرة في جبهة موحدة لجيش الحرس مع قومية الشام ودارية، تقاطع عنيف مستمر بقضية المعاونة والصواريخ على تلك المناطق، مما أدى إلى التقاء العنيف المرجحة في زرع الحصار الخانق. اليوم 89 على التوالي مع قومية الشام ودارية محاصرة حصار الخانق، ولما لا تهدئة لا اتصالات في تلك المناطق. ركن الجيش الحر خلال 24 ساعة الماضية من تدمير الدبابة واغتنام ثلاث سرادق وأيضا العربة بي إم بي. أيضا في منطقة القلمون قامت قوات الجيش الحر بضرب أسرع عسكري من الدبابة كانت منشأ من مدينة حمص في منطقة دير عطية، فما قامت أيضا كتيبة فدائيين دمشق التابعة لإدارة المخابرات العامة للثورة السورية لتأمين سلع عساكر من مجلس الامن السياسي في المنطقه. اما اليوم ايضا في العاصمه دمشق منذ الصباح الباكر اليوم الثالث على التوالي حملت التقاط المداهمات مستمره في منطقه السياقه ومنطقه قبر عاتيه والموازيني، ايضا في منطقه حملت مداهمات اعتقالات في تلك المنطقه. اما اليوم ايضا في العاصمه دمشق قصف عنيف مستمر على الضفه الجنوبيه من العاصمه، اليوم التضامن والاعتصام والحذر الحسد المخيم اليوم اشتباكات عنيفه تزيد ايضا القصف العنيف على تلك المناطق، ما ادى الى الاعتقاء عنيف المرجوحه بتلك المناطق. اما اليوم ايضا في الغوطه الشرقيه المليحه وقصف بصمه وقصبه وحريسه وزمنته وايضا هزيمه والمسلمين، بينها تشهد قصف عنيف من ايران الصواريخ والهاون، مما ادى الى التقاء العديد من الجرحى في تلك المناطق. ايضا اليوم في منطقه القلوان الحصيف اليوم تجد قصف عنيف من اجواء الصواريخ والهاوي، بما ايضا في الغوطه الغربيه تعزيزات هائله يزيد المتحلق الجنوبي لاقتحام برج الدائره. اشكرك. مقدره بسبع دبابات وخمس عربات بي ام بي واشتباكات عنيفه مستمره على جزء المتحلق الجنوبي لجهه دمشق. اشكرك ايه المهايني الناطقه باسم شبكه شام الاخباريه من دمشق. هذا في دمشق، وحول ما يجري في محافظة القنيطرة ينضم إلينا